معايا عبر الهاتف الآن من قطر مقر البطولة الآسيوية الأستاذ مجدي القاسم المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين. يا فندم مشرف ومنور وألف مليون مبروك، أسعدتوا الشعب العربي كله مش بس الشعب الفلسطيني. أولا مساء الخير زميل العزيز إلك، لفريق العمل، المشاهدين والمتابعين جميعا. هي تصحيح للمعلومة، أنا مدير دائرة الإعلام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومتواجد مع بعثة فلسطين في البطولة. بداية اسمح لي أن أترحم على أرواح شهداء فلسطين، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج القريب لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال. ومجددا أنا سعيد بتواجدي معكم. أكيد أنا كنت لسه قبل ما حضرتك تدخل على طول كنت بتحدث على ظروف في منتهى الصعوبة، ظروف عمرها ما كانت طبيعية لأي فريق كورة يقدر يأدي ويقدر يحقق إنجاز. كيف فعلها المنتخب الفلسطيني وحقق هذا الإنجاز التاريخي في ظروف في منتهى الصعوبة؟ ولو ما حققش المنتخب الفلسطيني أي إنجاز لن يلومه أحد. كيف فعلها المنتخب الفلسطيني؟ يعني بلا شك دائما نقول بأن الأمل يولد من رحم الألم، لأنه إحنا بنتحدث عن معاناة تقريبا من الموضوع لا يتعلق بالسبع من أكتوبر فقط، إنما نتحدث عن أكثر من 70-75 عام من المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا في كل فلسطين، صحيح، في عموم فلسطين. بالتالي لكن دعنا نتحدث عن ما حدث منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن. رياضيا بكل تأكيد توقفت النشاطات الرياضية في كافة أنحاء فلسطين، لم يعد هنالك دوري منتظم، لم يعد هنالك أي كرة تركل في أي ملعب في فلسطين، بل على العكس تماما، قوات الاحتلال حولت بعض الملاعب في فلسطين إلى معتقلات، وشاهدنا كيف تنكل بأبناء شعبنا في ملعب اليرموك وغيرها من المنشآت الرياضية. بالتالي توقفت الحياة بشكل كامل في فلسطين، توقفت الأنشطة الرياضية، هذا ألقى بظلاله أكيد على اللاعب الفلسطيني اللي كان أمام استحقاق قريب جدا من بطولة كأس آسيا ومن أيضا تصفيات المزدوج المؤهل لكأس آسيا و 2027 وكأس العالم 2026. بالتالي استحقاقين مهمين بالنسبة للمنتخب الوطني. تتوقف المسابقات، المنتخب غير قادر على التجمع بحكم صعوبة التنقل واستحالة التنقل ما بين المدن الفلسطينية حتى داخل الضفة الغربية وليس فقط في قطاع غزة. بالتالي لجأ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري لإقامة معسكرات خارجية حتى يتغلب على جزء بسيط من هذه المعاناة بالنسبة للرياضية. ونحن نعلم أنه عندما يأتيك اللاعب من مباريات الدوري يأتي بنسق مرتفع، يأتي بإمكانيات بدنية ويأتي جاهز بدنيا فنيا ذهنيا، لكن محاولة معالجة هذه الأمور من خلال إقامة معسكرات. كان في الجزائر معسكر تخللوا إقامة مباراتين وديتين، بعد ذلك معسكر في السعودية، والآن في قطر اللاعبون تقريبا يعني ما يقارب شهرين بعيدين عن الأهل، عن الأصدقاء، عن الأحبة. الجسد متواجد في قطر لكن القلوب والعقول متواجدة هنالك في فلسطين، على مدار الساعة يتابعون الأخبار عن كثب ما يحصل للأهل. كل أسرة تعاني في فلسطين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة من القتل، التشريد، التدمير، الاعتقال والحوادث العسكرية المنتشرة في كل أنحاء فلسطين. بالتالي معاناة ومعاناة كبيرة، لكن هذه المعاناة لم تزد الرياضيين إلا إصرارا على تحقيق شيء في هذه البطولة. وكنا تحدثنا أكثر من مرة حتى قبل بداية هذه البطولة أنه سننافس على مركز ثاني في هذه المجموعة، مع إدراكنا بصعوبة هذه المجموعة، صحيح، لأننا كنا على يقين بأننا سننافس على مركز ثاني. وتحدثت أنا شخصيا لأكثر من وسيلة إعلام، ربما البعض استغرب من 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 طريقة كلامي وأنا كنت أتحدث عن مركز ثاني في هذه المجموعة، مع كامل الاحترام والتقدير لمنتخبي إيران والإمارات، لكن كنت أثق بإمكانيات اللاعبين. وبما أنني متواجد في معسكر المنتخب منذ فترة طويلة وشاهدت كل شيء، شاهدت كيف استعد اللاعبون لمثل هذه المباريات، الروح التي يتمتع بها اللاعبون. بالتالي قلت بأن المنتخب الفلسطيني سينافس على البطاقة الثانية، ولولا الهدف المتأخر الذي سجله الإمارات في مرمى إيران في مباراة اليوم لتأهلنا كأفضل ثاني. ولو سجلنا في الانفرادات الثلاثة الأخيرة في مباراتنا الأخيرة هذه أمام هونغ كونغ أي هدف من هذه الانفرادات الثلاثة في آخر المباراة لتأهلنا كأفضل ثاني، لكن قدر الله وما شاء فعل. تأهل بكل تأكيد بالنسبة لنا التاريخي بكل المقاييس سيصعب مهمتنا أكثر فيما لو كنا تأهلنا كأفضل ثاني كمنتخب ثاني للمجموعة،
لكن إنجاز بكل تأكيد يحصل في ظل هذه الظروف الاستثنائية، في ظل كل هذه المعاناة. بالتالي الحمد لله رب العالمين، إنجاز يحسب لكل أفراد المنظومة الرياضية الفلسطينية، من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، للاعبين، للإداريين، لكل المنظومة الرياضية. صحيح. أستاذ مجدي القاسم، مدير الإعلام بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بهنيك مرة أخرى وبهني كل الشعب الفلسطيني وكل الشعب العربي، كلنا نفرح لمنتخب فلسطين، ندعم كل المنتخبات العربية في كأس الأمم الآسيوية، ولكن يبقى المنتخب الفلسطيني، تبقى فلسطين نفسها لها المكانة الخاصة في قلوب كل العرب.